فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن طلب العلم وفوائده وآثاره والمثبطات عنه ووسائله والأمور المعينة عليه. ونقول أولا، طلب العلم مما قد جاءت النصوص بالأمر به ورغبت فيه ورفعت منزلة أهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنصوص المرغبة في طلب العلم كثيرة متعددة، وإذا علم العبد أن جميع الأوامر الإلهية كلها تتضمن الأمر بالعلم عرف مقدار طلب العلم. مثلا الأمر بالصلاة فيه أمر بالتعلم، لأن الأمر بالصلاة يقتضي أن تعرف هذه الصلاة التي ستؤديها، إذ كيف ستمتثل أمر الله بأداء الصلاة وأنت لا تعرف كيفية الصلاة. وقد جاءت النصوص ببيان فضل العلماء والفقهاء ورفع درجتهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا فإن العبد المؤمن يتطلع إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. وقد قال أكثر أهل العلم بأن المراد بالصديقين هم العلماء، ولذلك فضلوا العلماء على الشهداء، لأن الله جل وعلا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذه الرتبة الأولى، وهذه لن نتمكن من الوصول إليها. ثم قال: والصديقين. ثم الرتبة الثالثة: والشهداء. والرتبة الرابعة: والصالحين. والرتبة الخامسة: وحسن أولئك رفيقا. ومن هنا فالعبد المؤمن يتطلع إلى أن ترتفع درجته بطلبه للعلم، يتقرب بذلك لله عز وجل. والأمر بطلب العلم له أسباب وله فوائد. فأول هذه الفوائد أن طلب العلم يحقن الله به الدماء ويؤمن به على الفروج، وطلب العلم يكون أمانا من الفتن، ويكون من أسباب رضا رب العزة والجلال. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم قال: إلا طالب علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ولذلك نحن نارب من التحذير الوارد في هذا الحديث. إذا تقرر هذا، فإن الناس متى انتشر العلم بينهم عرف بعضهم حقوق بعض، وعرف بعضهم
ما أمرت به الشريعة من حسن الخلق، وعرفوا الأجر العظيم المرتب على حسن التعامل وحسن وطيب المنطق، ومن هنا صلحت أحوال الناس واستقامت، وكان الناس أمة واحدة على طريقة واحدة يتقربون لله جل وعلا بمثل ذلك. إذا تقرر هذا فإن طلب العلم له وسائل متعددة، ينبغي بنا أن نتدارس هذه الوسائل وأن نتعرفها. من تلك الوسائل ما يتعلق بالسفر في طلب العلم، فإن السفر في طلب العلم هذا من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لأن هذا يراد به السفر من أجل البقعة، أما السفر من أجل أداء عمل صالح كعمرة وجهاد وطلب علم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة هذا لا يدخل في هذا الحديث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوشك أن يضرب الناس أكباد إبلهم فلا يجد عالما أعلم من عالم أهل المدينة. وقد فسر أهل العلم هذا بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله تعالى. وففي هذا الحديث أجاز للمرء ضرب أكباد الإبل بالسفر إلى العلماء من أجل طلب العلم. ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن توفرت وسائل متعددة لطلب العلم، يسر الله جل وعلا طبع الكتب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل والكتب إلى أهل زمانه، قال أرسل كتابا إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى صاحبي اليمن وإلى غيرهم، وكان يرسل الرسائل إما خاصة لأشخاص بأعيانهم أو يرسلها برسائل عامة، كما في حديث ابن عكيم قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال بشهرين أو بشهر وكذا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفدل هذا على أن الانتفاع بهذه الكتب له أصل في السنة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة في مكة قام رجل يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني هذه الخطبة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فدل هذا على أن الانتفاع بهذه الكتب والمؤلفات وسيلة من وسائل التعلم. هكذا أيضا في عصرنا الحاضر وجدت وسائل جديدة من القنوات والإذاعات والأشرطة ونحوها تيسر للإنسان طلب العلم. الحمد لله. أيضا يسر الله جل وعلا هذه الوسائل الحديثة من شبكة عالمية ومن جوالات يتمكن الإنسان بها من الاستفادة من العلم وتناقله، لكن ينبغي أن نلاحظ في هذه الأمور في هذه الوسائل عددا من الأمور. أولها الثقة في المصدر الذي أصدرها، فإنه في مرات يتناقل معلومات شرعية من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم باسم أنها دعوة وأنها خير، وحينئذ ينبغي بنا أن نحذر من مثل هذا وأن نتأكد أن المصدر الذي صدرت منه هذه المعلومات مصدر موثوق. وأما الكتابة التي تأتي من مركز غير معروف أو من شخص لا قيمة له أو لا يعرف بعلم أو لا يعرف بثقة وورع فلا يجوز الاعتماد عليه،
ولا يجوز نشر المعلومة التي تأتينا من هذه المصادر. كذلك لا بد أن يراعى التأكد من صحة نسبة هذه المعلومة إلى من نسبت إليه. فكم من مرة تنسب معلومات إلى علماء وإلى شخصيات بالكذب والبهتان، نسبوا إلينا ونسبوا إلى غيرنا، وحينئذ ينبغي أن نتأكد أن هذه المعلومات التي نسبت إلى العالم الفلاني أنها صحيحة وأنها ليست بكذب. وكم من مرة أوتي بكلام كاذب أو بفضائل لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون الأمر كذلك. وهكذا أيضا ينبغي أن نعرف اختصاص من تنسب إليه تلك المعلومة حتى نأخذ منه تلك المعلومة إن كانت من اختصاصه. في عصرنا الحاضر قد اختص الناس بعلوم الشريعة بهذا في الحديث وهذا في التفسير وهذا في الفقه، وحينئذ فإذا جاءك المختص في أحد هذه الفروع وتكلم في غير فنه فاحذر حتى تسأل من كان مختصا في الفن الآخر. وهذا لا يعني أن يكون هناك بعض أهل العلم من لديه قدرة ولديه اختصاص في علوم الإسلام قاطبة، لكن هؤلاء نوادر، وإذا أتت المعلومة منهم فإن الإنسان حينئذ يثق بها في أي فن وفي أي تخصص صدرت فيه. ومن هنا ينبغي بالمتكلم بأي معلومة أن يحذر من أن يتكلم وينسب إلى الله وإلى شرعه ما لا يتأكد منه. وقد جاءت النصوص بالتحذير من ذلك وترتيب العقوبات الشنيعة على من فعله. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم وأشد ظلما ممن فعل هذا الفعل. وقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله إيش ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقد توعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لو تقول على الله الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فإذا كان هذا في مقام النبوة فكيف بكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن هنا فلا بد من الحذر فيما ينقل من مسائل العلم، فلا يتكلم الإنسان بمسألة إلا وقد توثق منها وعرف حكم الله فيها لئلا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك. ونتكلم الآن عن شيء من المعينات في طلب العلم والضوابط فيه. من أهم المعينات في طلب العلم أن يلتجي الإنسان إلى ربه، أن يطلب من ربه جل وعلا أن يرزقه العلم، فإن الله جل وعلا قال: وقل رب زدني علما. فإن قلبك بيدي ربك جل وعلا بين أصبعين من أصابعه كما ورد في الحديث. هذا القلب الذي تعي به العلم وتعرف به المسائل إنما يعينك على حفظ العلم إذا قدره الله جل وعلا على ذلك ويسر له هذا الأمر. وثم بعد ذلك أنت تحتاج إلى معرفة العلم النافع،
من ثم لا يعينك عليه إلا رب العزة والجلال، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أنت تحتاج إلى معرفة الحق من الباطل، تحتاج إلى معرفة الحق من الباطل، والذي يقدرك على ذلك هو رب العزة والجلال. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يعلم أن العلم النافع ليس بحفظ المعلومات ولا بكثرتها. كم من إنسان عنده معلومات كثيرة فكانت لها نتائج عكسية عليه، عرف الأقوال وعرف المسائل، لكن كان هذا من أسباب ضلاله. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا عرف الراجح من المرجوح. من عرف الخلاف وعرف أقوال أهل العلم ولم يعرف الراجح من المرجوح هذا ليس بعالم، هذا حافظ، هذا فروعي، يحفظ أقوال الناس لكنه لا يعرف حكم الله في المسائل. من الأمور التي تعين في طلب العلم استحضار النية، بأن ينوي الإنسان بأعماله التقرب لله جل وعلا. لا يريد الدنيا ولا يريد الرفعة ولا يريد أن يتحدث الناس باسمه ولا يريد أن يكون له الشهرة، وإنما يريد بالعلم إرضاء ربه جل وعلا، يريد بالعلم الحصول على الأجر الأخروي ورفعة الدرجة في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لأمر من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقد قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن طلب العلم من أجل أمر من أمور الدنيا، إما لرفعة المكانة أو ليسمع الناس له أو ليكون ذلك من أسباب حصوله على المال أو ليكون منافقا مع الولاة والحكام ليحصل على شيء من متاع الدنيا القليل، فحينئذ هذا على ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ويخشى عليه من سوء العاقبة وسوء الخاتمة دنيا وآخرة. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومثل ذلك أولئك الذين يريدون بطلب العلم أن يكون لهم في قلوب الناس مكانة، وبالتالي تجدهم قد يخالفون الأحكام الشرعية وقد يتكلمون في معايب الآخرين طلبا لإيجاد منزلة لهم في قلوب الناس. ورب العزة والجلال يعرف حقائق الأحوال ويعرف ما في القلوب، فإنه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء مما في صدورنا، يعلم بنياتنا. ولذلك من أخلص في طلبه العلم لله أورثه الله علم ما لم يعلم. كذلك من الأمور المعينة على طلب العلم، وهي من ضوابط طلب العلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان في علمه أن يكون موافقا للهدي النبوي، بحيث يكون مصدر العلم عنده الكتاب والسنة، أما ما عداهما وما خالفهما فإنه يطرحه مهما كان. والله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد أمر الله جل وعلا بمتابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الأمور التي تعين الإنسان في طلب العلم أن يحرص على انتقاء العالم
الذي يستفيد منه. ومميزات هذا العالم أن يكون عنده علم وأن يكون عنده ورع، يكون عنده علم ليعطيك المعلومة الصحيحة، وليكون عنده ورع ويكون عنده ورع لتستفيد من ورعه وسمته وهديه، ويكون ذلك من أسباب استمرارك في طاعة رب العزة والجلال، ليس ممن يرتكب المحرمات بأدنى الحيل. والمرء قد يستفيد من العالم بمجرد مشاهدته ولو لم يتكلم، لأنه يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فمن أعظم الأمور، من أعظم ضوابط التعلم، أن يستند الإنسان في تعلمه على الأدلة كتابا وسنة. ومن هنا فإن أول خطوات العلم أن يرجع الإنسان إلى هذين المصدرين، الكتاب والسنة، مبتديا بالأساس الذي يبنى عليه العلم والعمل، ألا وهو التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، بتعلق القلب برب العزة والجلال وحده سبحانه. ومن الأمور، من ضوابط التعلم، معرفة دلالات الألفاظ سواء في الكتاب والسنة أو في كلام الفقهاء. فإن الإنسان إذا كان لا يعرف معاني الألفاظ فقد ينزل كلام الله وكلام رسوله وكلام الفقهاء على غير مرادهم. مثال ذلك مثلا في كتاب الحج، لما يقرأ الإنسان في الفدية في محظورات الحج يجد أن كثيرا من الفقهاء يقولون من ارتكب محظورا من تقليم أظافر أو قص شعر فعليه دم. ما معنى كلمة دم؟ ماذا تقولون؟ شات ذبح؟ هذا فهم خاطئ. هم يريدون بذلك فدية أذى يخير الإنسان فيه بين صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة يخير فيها. لو قرأتم كتب الفقهاء ولم تعرفوا مرادهم فقد تنزلون كلامهم على غير مرادهم، ومن ثم لا تكونون قد وصلتم إلى الصواب في مثل هذه المسائل. وهذا يدلك على أهمية الارتباط بعالم يرشدك ويبين لك ويوضح لك معاني ألفاظهم. هكذا أيضا قد يستخدمون اللفظ الواحد بمعاني متعددة. مرة يستخدمون لفظ الضمان ويريدون به الالتزام بسداد الديون التي تكون على الآخرين، ومرة يستخدمون كلمة الضمان ويريدون بها دفع التعويض الناتج عن التلف. وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف معاني هذه الألفاظ عند الفقهاء لننزلها في محلها. وهكذا أيضا مثلا في كلمة المفرد عند النحاة، مرة يريدون بها ما يقابل المثنى والجمع، ومرة يريدون بها ما يقابل الجملة وشبه الجملة ولو كان مثنى أو جمعا. ولذلك على الإنسان أن يعرف دلالات ألفاظ أهل العلم، وعليه أيضا أن يحمل كلامهم بعضه على بعض، فإنه مرة قد يطلقون في مكان ويقيدون في مكان آخر. وهكذا أيضا النصوص، فإن النص قد يأتي بحكم شرعي ويقيد مطلقا، لكنه يأتي مقيدا في موطن آخر، يفسر في موطن آخر. ولذلك على الإنسان أن يعرف دلالات النصوص وضوابطها وشروط كل منها. وهذا يدلك على أهمية أن يجمع الإنسان بين النصوص الشرعية الواردة في المسألة الواحدة، لأنك لو أخذت بنص واحد وتركت بقية النصوص الواردة في المسألة فحينئذ
قد تقع في شيء من الضلال. وأضرب لكم أمثلة. سؤال: من هم، من الذي يكون من أولياء الله؟ من هو الشخص الذي يقال له ولي الله؟ نقول: ولاية الله على قسمين: ولاية عامة وهي تكون لكل مؤمن، فإن الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا. والنوع الثاني الولاية الخاصة التي يقول الله فيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مثل هذا مثلا لفظ الإرادة، فإنه مرة يراد بها الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع ولا يمكن أن تتخلف، من مثل قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا في الأمر. وهكذا في الإرادة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد يكون المراد بالإرادة الإرادة الشرعية التي قد تتخلف في بعض المواطن، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وكما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما هي الأسباب التي تعين الإنسان في طلب العلم؟ ذكرنا من هذه الأسباب: أولا التضرع بين يدي الله ودعاء سبحانه، فإن الله جل وعلا قد وعد من دعاه بأن يجيب دعاءه، فإذا دعوت الله أن يعينك في طلب العلم أعانك. وكذلك من أسباب الاستزادة من العلم أن يحرص الإنسان على المجاهدة في هذا العلم، يجاهد نفسه. وإذا دعت نفسه إلى الراحة والدعاء فإنه لا يستجيب لها، ويتقرب لله جل وعلا بأنواع التعلم. إذا دعت نفسه إلى اللهو والعبث، إلى مشاهدة القنوات التي لا يستفاد منها، إلى سماع أخبار متكررة، إلى الجلوس في المجالس التي يذكر فيها فلان وفلان، تفكر وعرف أن مجاهدة النفس تكون ببذل الأوقات فيما ينتفع به، وهذه الأوقات التي تبذل فيما لا فائدة فيه ليست من مجاهدة النفس في شيء. ولذا قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما المجاهدة؟ من أول درجات المجاهدة التعلم. كذلك من أسباب الاستزادة في العلم التدرج في العلم. لا ينتقل الإنسان إلى باب حتى يعرف الباب الأول. وأما إذا أراد أن يأخذ قدرا كبيرا من العلم في الوقت القليل، فإن هذا سيؤدي إلى اختلاط العلم بعضه ببعض، بحيث لا يميز هذا العلم ولا يفرق بين مسائله. إذا يقول أهل العلم كلمة في هذا، يقولون: ما أخذ جملة فات جملة. ولهذا على الإنسان أن يتدرج في طلب العلم، كذلك من أسباب الاستزادة من العلم عمل الإنسان بالعلم، فإذا عملت بما أورثكه الله من العلم بقي هذا العلم، ومكنك الله جل وعلا من معرفة غيره من أنواع العلم. هكذا من أسباب الاستزادة من العلم أن يحرص الإنسان على أن يكون سؤاله في العلم وتعلم في العلم لما تحصل الفائدة به. وأما لما لا فائدة فيه
فيتركه. عندما يأتيك إنسان ويسألك عن المسائل التي لا فائدة فيها، لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك بها، فإنها لو كانت من العلم لأوضحها الله جل وعلا في كتابه ولبينها سبحانه وتعالى. إذا سأل السائل من الأفضل، الملائكة أو بنو آدم، نقول لو كانت هذه المسألة مما ينتفع به لبينها الله واضحة جلية، انتقل إلى ما ينفعك. عندما يسأل الإنسان هل الشيء، هل الاسم هو عين المسمى أو غيره، مثل هذه المسألة مسألة حادثة، وحينئذ لا فائدة كبيرة ترجى منها. وهنا أيضا مسألة تتعلق بهذا، وهي أن المصطلحات الحادثة لا ينبغي بالإنسان أن يتسرع فيها وأن يحكم عليها بإثبات ولا نفي حتى يعرف معانيها ودلالاتها لينزلها في مواطنها. فإن كثيرا من المصطلحات الجديدة يأتون بها إلى الناس ثم بعد ذلك يقع الناس فيها ويترددون. لماذا؟ لأنها تشتمل على معنيين، معنى حق ومعنى باطل. فإن أنكرته أنكرت المعنى الحق، وإن أثبتته أثبتت المعنى الباطل. ولذلك يتحرز الإنسان من اللعب في الألفاظ في مثل هذه المواطن. وفي أزمنتنا الحاضرة نجد هذا جليا واضحا، يأتونك ويقولون يعارضون عمل المرأة، فحينئذ نقول ما المراد بعمل المرأة؟ هل تريدون به عمل موافق للشرع أو تريدون به عمل مخالف للشرع؟ أما الإتيان بكلمة مجملة فيها حق وباطل، هذا لا نقبل أن يقال فيه بكلام عام، لا بد من التفصيل. وأما الكلام المجمل فقد يضل الناس ويبعدهم عن الحق في هذه المسائل، ويجعل الناس يتفرقون، وذلك لأن منهم من يقبل ومنهم من يرد. كذلك من أسباب الاستزادة في طلب العلم المواظبة. فإذا واظب الإنسان في حلقات العلم واستمر فيها حصل. أما من أراد أن يتعلم فلا يحضر إلا مجالس قليلة، فحينئذ لن يحصل على العلم ولن يتمكن منه. ومثال هذا مثال من لبس قبل 3 أشهر ثوبا جديدا واستمر عليه ولم يفسخه، فإنه سيتسخ. لماذا؟ لأنه لم يتعاهد هذا الثوب بالتنظيف والغسل، وبالتالي سيتسخ. هكذا من حضر مرة أو مرتين لطلب مجلس طلب العلم لن يستفيد الشيء الكثير ولن يتمكن من الاستزادة من العلم. ومما يعين الإنسان على المواظبة ترتيب الوقت، ترتيب الوقت، فرتب وقتك واعرف المسؤوليات التي تكون عليك، ومن هنا تشغل جزءا من وقتك في طلب العلم. والعلم كلما استزدت منه فإنك قد استزدت من خير، ولذلك عليك أن تزيد من هذا العلم. أهل العلم قد ذكروا، الفقهاء قد ذكروا الخلاف في أفضل الأعمال ما هو، قد ذكروا الخلاف في أفضل الأعمال ما هو. وعند الإمام الشافعي وعند جماعة من أهل العلم وعند أكثر أهل العلم أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من قيام الليل، وأفضل من إتيان الإنسان بعمرة. لماذا؟ لأنه بذلك يصل إلى رضا رب العزة والجلال، وبذلك ينفع الله جل وعلا بما تعلمه في تصحيح عمله. كذلك
من الأسباب المعينة على الاستزادة من العلم تعليم العلم، فعندما يحتسب الإنسان في تعليم هذا العلم وبثه في الناس فإن الله جل وعلا يورثه ما لم يعلم. فإن لكن على الإنسان أن يحذر من أن يعلم ما لا يعرفه من أحكام الشريعة ويقتصر على ما عرفه. وتعليم العلم ليس خاصا بحلقات العلم مثل هذه الحلقة، بل قد يكون الإنسان يتكلم بالعلم في عند زملائه في المجالس الخاصة في المجالس العامة، قد يعلم الناس بموعظة عامة في مسجد أو في مجمع أو في محفل أو نحو ذلك. وهذا من أسباب بقاء العلم عند الإنسان، ومن أسباب توفيق الله العبد للاستزادة من العلم. ولا شك أن الدعوة إلى الله وبتعليم العلم من أفضل الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فأمسكت الماء وأنبتت الزرع، وأصاب أرضا أجاد وأصاب أرضا أمسكت الماء ولم تنبت كلا، فانتفع الناس بالماء فسقوا، وأصاب أرضا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب لله عز وجل ببث هذا العلم ونشره في الناس، وألا يتوارب أو يتوارى في هذا. كذلك من أسباب الاستزادة في العلم عدم التكبر والترفع في طلب العلم. يقول: فلان هذا ليس بيني وبينه إلا 3 سنوات، فكيف أطلب العلم على يديه؟ فلان من القبيلة الفلانية أقل من قبيلتنا، فلان من أهل القرية التي بيننا وبينها ما بيننا، فكيف أذل نفسي وأطلب العلم على يدي هذا؟ التكبر هذا من أشنع الأعمال عقوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بغمط الناس وبطر الحق. بطر الحق يعني جحده وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والتقليل من منازلهم. هكذا أيضا من أسباب الاستزادة من العلم أن يتأدب الإنسان بآداب طلب العلم، فهناك آداب مخصوصة إذا ينبغي بطالب العلم أن يتأدب بها، سواء مع أساتذته أو مع النصوص أو مع إخوانه وزملائه أو مع عامة الناس. هذه الآداب قد ألف فيها مؤلفات، ينبغي بطالب العلم أن يحرص على هذه المؤلفات. فقد ألف الخطيب البغدادي كتاب الجامع، كتاب عظيم ينبغي بالإنسان أن يتدارسه. هكذا أيضا ألفت مؤلفات في طلب آداب طلب العلم، علينا أن نتدارسها وأن نتعلمها وأن نعرف المعاني العظيمة التي اشتملت عليها، وأن نتأدب بما فيها من آداب التبيان في بيانها في آداب حملة القرآن للنووي، كتاب جيد اجتمع فيه جملا من آداب طلب العلم. هكذا أيضا ينبغي أو من الأسباب التي تعين الإنسان على الاستزادة من العلم
أن يحفظ حق المعلم وأن لا يثقل عليه، فإن المعلم مهما يكون عنده نفس بشرية تتأثر بنوع التعامل الذي يكون معها، فإذا أحسن الإنسان التعامل مع المعلم استفاد ما لديه من العلم، وبذل المعلم له ما عنده من العلم بطيب نفس وسماحة خاطر. هكذا أيضا من أسباب الاستزادة من العلم أن يتعاون الإنسان مع زملائه في تقييد العلم وتسجيله والتناوب على درسه، فقد جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان لي جار من الأنصار، وأخبر أن الأنصار ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وأن عمر ينزل اليوم الآخر، فكان الأنصاري يخبره بما وقع في يومه، وكان عمر يخبره بما وقع في يومه، فهذا نموذج من نماذج التعاون بين الزملاء الذين يتزاملون في طلب العلم. هكذا أيضا من أسباب الاستزادة من العلم الترفع عن الجبابرة والجفاة، بحيث لا يذل الإنسان لهم ولا يحقر نفسه وعلمه من أجل ما لديهم من مال أو ما لديهم من سلطة، وإنما يكون مترفعا بالعلم الذي لديه، فإن الترفع بهذا العلم وعدم امتهانه يجعل الله عز وجل من فعل ذلك بالعلم قدرة يقدر بها على الاستزادة من العلم. وإذا ذل الإنسان لأهل الدنيا فإنه حينئذ سيضعف قلبه، وبالتالي لن يتمكن من الاستزادة من العلم. وأهل الدنيا إذا وجدوا أحدا ينافسهم في دنياهم احتقروه وحاولوا أن يستنقصوا من مكانته وزهدوا الناس فيه، ولذلك لا ينبغي بطالب العلم أن يذل لأهل الدنيا. كذلك من أسباب الاستزادة من العلم معرفة المعاني اللغوية خصوصا في القرآن، ومعرفة النحو، فإن العبد متى عرف النحو عرف كثيرا من معاني الكتاب والسنة، ولذلك نأخذ من النحو ما نتمكن به من فهم النصوص الشرعية. في هذا أيضا ننبه على أهمية الاستفادة من علماء الشريعة سواء في علمهم أو في حل الإشكالات، لأن الناس يقعون في إشكالات وتتجدد لهم هذه الإشكالات، فعالم الشريعة الذي بذل نفسه في العلم والتعلم والتعليم تكون قد مرت عليه إشكالات كثيرة، وحينئذ كثير من الإشكالات التي يعرضها من يعرضها على العالم تكون قد مرت على العالم في أول حياته، أو قرأ عنها، أو قرأ إشكالا مماثلا لها، فيتمكن من حل مثل هذه الإشكالات. وكم من مرة وجد عند إنسان إشكال فكان ذلك من أسباب زهده في العلم وإعراضه عنه، بل قد يكون ذلك من أسباب موت قلبه وإعراضه عن الخير قاطبة، بل قد يكون ذلك من أسباب ردته عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا المعنى أكدت الشريعة على مكان العلماء ومنزلتهم، وبينت الخسارة العظيمة التي تلحق الأمة بفقد العلماء، كما قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أنه سيأتي على الناس زمان يرفع فيه العلم وتكثر فيه الفتن. وإذا ارتفع العلم وما بموت العلماء فحينئذ لا تسأل عن هلكة الناس يومئذ. لم تأتي إلى الناس الخصومات والمنازعات والتفرق إلا بسبب فقد العلماء الذين يبينون للناس حكم الشرع فيما يعرض عليهم من المسائل. متى وجد العلماء اجتمعت كلمة الناس وتآلفوا واتحدوا، ومتى فقد العلماء فإنه حينئذ سيضطرب الناس وسيتفرقون وسيختلفون، لأن طريق الله واحد بينما الطرق المخالفة له كثيرة متعددة، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظر في هذا الفرق التي جاءت على الأمة، فإن أهل السنة فرقة واحدة، فرقة واحدة، بعضهم يؤيد بعضا، وبعضهم يحب بعضهم الآخر، وبعضهم يقدر بعضهم الآخر، بخلاف أهل البدع، بخلاف أهل البدع فإنهم يختلفون ويتفرقون، بل يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهم ينتمون إلى فرقة واحدة. وشواهد هذا في الفرق كثيرة متعددة، ما من فرقة من الفرق الكبار إلا ويوجد فيها هذا التفرق والاختلاف. لماذا؟ لعدم وجود العلماء الربانيين عندهم. ومن هنا إذا وجد اختلاف وتفرق فهو بأحد أمرين: إما لكون أصحاب هذا التفرق أهل بدعة ومن ثم وجد التفرق بينهم، وإما لكون هؤلاء جهلة لم يعرفوا حكم الله ولم يعرفوا الأدلة الشرعية، ولذلك وقع التفرق والاختلاف بينهم. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هناك عدد من الأمور تخرق جانب العلم، وإن ظن بعض الناس أنها من العلم، من ذلك أن يترك الناس النصوص الشرعية باسم اتباع العقل واتباع المنطق السليم كما يسمونه، وهذا يأتي عند بعض الناس، هذا من الجهل وليس من العلم في شيء، فإن العقول متفاوتة، وما قبله عقلك لا يقبله عقل صاحبك، وما يقبله عقلك اليوم يرده عقلك غدا، والعقول مجرد العقل آلة، وأما المعلومات السابقة لدى الإنسان وإن سميت عقلا فإنها لا يصح أن ترد بها النصوص. ولذلك فإن تقديم العقول أو تقديم ما يظن أنه عقل على النص هذا من خوارم العلم التي تجعل الإنسان ليس من أهل العلم وإنما من أهل الجهل. وانظر إلى أحوال الناس الذين يدعون أن عندهم العقل والفهم، تجد أنهم يضطربون ويختلفون ويتنقلون في مذاهبهم، اليوم على قول وغدا على غيره. أين العقل؟ وأين ما ادعى أن الفهم الصحيح يدل عليه؟ ومن هنا فما يدعى أنه العقل ليس من العقل في شيء إذا كان مخالفا للنص الشرعي. وانظر إلى أحوال الأمم التي ليس لديهم نصوص، تجد أنهم عملوا بأشياء ظنوا أنها العقل وأنها الحكمة، ثم بعد ذلك ما لا يلبثون إلا قليلا فيتبين لهم أن ما وصلوا إليه خطأ، وأنهم جالب للسوء والمفسدة. وانظر إلى أهل القوانين الوضعية التي يقلبونها كل يوم على شيء وعلى حال،
كيف يدعون العقل والحكمة وأنهم قد وصلوا في نظامهم وقانونهم أعلى درجات الكمال، ثم ما نلبث إلا يسيرا حتى يعدلوا في هذا النظام ويقلبوا مواده، ويرون أن ذلك النظام ليس مما يحقق المصالح. هكذا أيضا بعض الناس يقدم ما يظنه مصلحة على دلالة النصوص الشرعية، ويقول مصالح الناس هنا على خلاف هذا النص، مصلحة الناس في أن نجيز سفر المرأة بدون محرم، مصلحة الناس في أن نقول بالقول الفلاني. لا والله، مصلحة الناس في العمل بالنصوص الشرعية، فإن الله جل وعلا قد وعد الناس بأن هذه الشريعة تحقق الخير والمصلحة لهم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة بماذا؟ بهذا الدين الذي كمل. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة والمصلحة في هذه الشريعة. وإذا جاءنا متكلم وقال بأن المصالح تتحقق بمخالفة النصوص، قيل له: أبدا، المصلحة تتحقق بموافقة النص. قال: كيف منعتم المرأة من سفر إلى عمرة تحقق الأجر والثواب به؟ قيل: إذا لم تجد المحرم قلنا لها: اجلسي في بيتك ولك الأجر كاملا والثواب جزيلا موفرا. فإن من أراد عملا صالحا وبذل أسبابه فلا فمنع منه بسبب خارج عن قدرته، إما لأمر شرعي، فإنه حينئذ يؤجر أجرين: الأجر الأول أجر امتثال الأمر بترك السفر للمرأة عند عدم وجود المحرم، والأمر الثاني أجر الحج أو العمرة كاملة مكملة. فالله أكبر، كيف يقال بأن المصلحة تتحقق بغير ما جاءت به النصوص؟ كذلك من خوارم العلم ترك النصوص بما يسمى النظر للمقاصد، وترك النصوص بما يظن أنه من المعاني الكلية التي قصدتها الشريعة. لا يمكن أن يأتي نص شرعي يخالف مقصدا شرعيا، وإذا كان هناك ما يظن أنه من النصوص يخالف مقصدا فأحد أمرين: إما أن ذلك المعنى ليس من مقاصد الشريعة، أو أن ذلك اللفظ ليس من النصوص الشرعية، أو يوجد له مقيد. مثال ذلك: قال قائل: من مقاصد الشريعة في اجتماع الناس في أداء صلاة الجمعة هي اجتماع الناس، فإذا كان الناس في دول الغرب ليس لديهم إجازة إلا في يوم الأحد، فوضع صلاة الجمعة في يوم الجمعة يخالف مقصد الشرع في اجتماع الناس، ولذلك سنضع صلاة الجمعة في يوم الأحد. ماذا تقولون؟ نقول: مخالف للنص. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولا من يوم الأحد؟ من يوم الجمعة. ولذلك نقول بأن هذا الذي ظن أنه مقصد ليس من مقاصد الشرع، وإلا لأدى هذا إلى، وإذا نظر الإنسان بعقل وفكر وجد أن ما يظن أنه من مقاصد الشرع ليس كذلك. وذلك لأننا لو فتحنا هذا الباب لوجد في دولة أخرى ليس لديهم إجازة إلا في يوم السبت، وآخرون في يوم الاثنين، وهكذا، وبالتالي يؤدي إلى تفرق أهل الإسلام ولا يكون لهم صلاة واحدة. ومثل هذا أيضا في بقية الأحكام. يقال أن ملكا من الملوك وطئ في نهار رمضان، فجمع الفقهاء فسألهم عن حكم وطئه، فقال مقدم الفقهاء: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فلما خرجوا من عنده
قالوا رحمك الله، إنما يجب عليه إعتاق رقبة، إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى صيام شهرين. قال الرقاب عنده كثير، لو أفتيناه بذلك لجامع في كل يوم وأعتق رقبة. فيقال هذه الفتوى تخالف الشرع وليست من الشرع في شيء. لماذا؟ لأنه قد خالف النص، سار على مقتضى المقاصد والمصالح. نقول إذا حققت النظر وجدت أن الواجب على هذا الملك أمران، أن الواجب على هذا الملك أمران: الأول التوبة لأنه قد أقدم على ذنب ومعصية، والثانية الكفارة، والكفارة لا تجزئ عن التوبة، والتوبة بإذن الله تردعه لأنه آثم بهذا الفعل وعليه وزر بسببه. وإذا نظرت وجدت أن مثل هذه الفتوى قد تؤدي إلى مفسدة، إذا علم هذا الوالي بأنهم لم يفتوه بمقتضى النص، فحينئذ ماذا سيكون الأمر؟ لن يعتمد على فتوى المفتين بعد ذلك، وسيأخذ الأمر خبط عشوى، يقول قد استفتيتهم في يوم كذا ولم يفتوني بالنص، وحينئذ لا أرجع إلى العلماء، فيقع شر كبير وفساد مستطير. فإن الله جل وعلا قد أمر بمراجعة أهل العلم سواء في الأمور الخاصة أو الأمور العامة، في الخاصة كما في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الأمور العامة كما في قوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ هم العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الناس إذا لم يأخذوا بما يوجههم إليه العلماء فإنهم حينئذ سيقعون في ضلال وسيقعون في اتباع الشيطان. والله جل وعلا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فالحذر يكون بماذا؟ بأخذ أقوال العلماء. متى؟ إذا بنوا أقوالهم على الدليل الشرعي. وأيضا من خوارم العلم تقديم الآراء والمذاهب الفقهية على النصوص الشرعية، فإننا إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، إنما تعبدنا الله بالعمل بالكتاب والسنة، وفي يوم القيامة سيسألنا الله عن العمل بهما. لن يسأل أحدا منكم هل عملت بالمذهب، هل عملت بالزاد، هل عملت بمختصر خليل، هل عملت بالقدور. لا والله لن نسأل عن هذا، وإنما سنسأل يوم القيامة عن هل عملت بالدليل الشرعي، جاءتك آية من كتاب الله فلم تعمل بها، جاءك حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعمل به. فهذا هو الذي سيكون عليه السؤال: سألت عالما أو عرفت بقول عالم من علماء زمانك ثم بعد ذلك لم تعمل به؟ هذا ستسأل عنه أيضا يوم القيامة. ولذلك فكل ما خالف الدليل الشرعي من أقوال الفقهاء لا التفات إليه، بل هو من أنواع مخالفة الأدلة. وقد يكون للعالم عذر، إما لأنه وصله لم يصله الدليل، أو وصله ولم يفهمه، أو كان عنده معارض، أو وصل إليه بإسناد ضعيف أو نحو ذلك، وحينئذ هذا العذر الذي كان لذلك الإمام ليس عذرا لك وليس مما يجيز لك ترك الكتاب والسنة من أجل قول فلان أو فلان،
حتى ولو كان شيخك، حتى ولو كان أستاذك، حتى ولو كان شخصا له فضل عليك، لأنك مأمور باتباع الكتاب والسنة. ومن هنا فإن الفقيه يعرف أن المخالف له إنما عمل بما يظن أن الدليل قد دل عليه، ولذلك نجد أن الفقهاء يعذرون المخالف لهم ويوجبون على المخالف لهم أن يعمل باجتهاده. إذا كان عندي رأي فقهي في مسائل فقهية ووجدت أن المخالف لي من الفقهاء قد اختار قولا آخر بناء على اجتهاد وترجيح، حينئذ أقول يحرم عليك يا أيها الفقيه أن تترك قولك من أجل قولي، وذلك لأنك تظن أن الشرع في قولك فلم يجوز لك أن تعمل بقولي. هكذا أيضا من الأمور التي من خوارم العلم الاستدلال بالخلاف. إذا وجدوا خلافا في مسألة كأن هذا الخلاف يجيز لهم العمل بأي قول من هذه الأقوال، فنقول هذا من أنواع الضلالة، وهذا من أنواع مخالفة النصوص الشرعية، وهذا من أنواع اتباع الرخص الذي قد جاء كلام أهل العلم السابقين في النهي عنه والتحذير منه، لأن متبع الخلاف هو في الحقيقة لا يعمل بالنص، وإنما يعمل بهواه ويأخذ بما تهواه نفسه. ولذلك فإنه لم يتبع النص وإنما اتبع الهوى، وقد قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا أيضا من خوارم العلم الاعتناء بالدراسة الفقهية المجردة وعدم الاهتمام بأحوال القلوب وبما يرققها ويجعلها تخضع لله عز وجل وتذل له سبحانه. فعندما تؤخذ النصوص على أنها أحكام أوامر ونواهي مجردة بدون أن يجعل هناك مواعظ تحرك القلوب إلى الله، تكون دراسة الفقه غير مكتملة، لأن الإنسان الذي درس بهذا النوع من الدراسة لا يتمكن من توجيه الناس ولا من صدهم عن المعصية ولا من جعل الناس يبتعدون عما يضرهم في دنياهم وآخرتهم. هكذا أيضا من خوارم العلم رسوم البدع ورسوخها في نفوس كثير من الناس، بحيث يتجعلهم تلك البدع يحاولون أن يوجدوا لها مبررات ويوجدوا لها أسبابا ليستمر الناس عليها. هذه البدع من أنواع الضلالات، والأصل في كل طريقة مخترعة في الدين أنها محرمة وأنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهكذا أيضا من خوارم العلم عدم تقدير العلم وأهله، حتى طلبة العلم إذا لم يقدر الإنسان طلبة العلم ولو الصغار فإنه يكون هذا من خوارم العلم عنده. وقد جاء عن أبي الدرداء أنه إذا استقبل طلبة العلم رحب بهم وقال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أعذار يعتذر بها الناس تثبطهم عن طلب العلم، من ذلك أن بعضهم يقول أنا كبير السن قد تجاوزت طلب العلم، فيقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلموا إلا بعد 40 فطلبوا العلم فنفعهم الله بذلك. ثم أنت تطلب العلم لأن كل ثانية وكل لحظة تبذلها في طلب العلم تسجل لك مضاعفة في ميزان حسناتك، وحينئذ
هذه الحسنات كما يحتاج إليها الصغير يحتاج إليها الكبير. بعض الناس يقول حافظتي ضعيفة وأنا لا أتمكن من حفظ العلم، فيقال له أنت تحصل على الأجر ولو لم تحفظ من العلم شيئا. بمجرد جلوس الإنسان في حلقة العلم يكتب له الأجر والثواب الجزيل. ألم نستمع للحديث الذي ورد فيه أن ثلاثة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه، فقال فأحدهم دخل في الحلقة والثاني جلس بجوارها والثالث خرج من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بمثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، ألا تريدون أن يأويكم الله حتى ولم تحفظوا، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. انظر، فأعرض الله عنه. ثم إن حفظ المعلومة وبقاؤها في الذهن قد لا يشعر الإنسان به، فقد يكون عندك معلومات كثيرة لكنك لا تحس بها. مثال ذلك، نجد أن الطالب يدرس في المدرسة ثم إذا درس 5 سنوات 6 سنوات قلنا ما استفدت؟ قال لم أستفد من دراستي شيئا، ولم أعرف هذه المدرسة ليس فيها فائدة. فنقول له هل تعلمت القراءة؟ قال نعم. هل تعلمت الكتابة؟ قال نعم. تعلمت مبادئ العلوم؟ قال نعم. قلنا كيف تقول بأنك لم تستفد شيئا؟ استفدت وبقي عندك وعملت به حتى ولو لم تكن تشعر بذلك العلم الكثير الذي أخذت به. بعض الناس يقول العلماء، قال ليس في بلدي علماء، العلماء بعيدون عني لا أتمكن من مراجعتهم، فيقال من فضل الله عز وجل أن وسائل التعلم كثيرة، وسواء وسائل التواصل والاتصال كثيرة متعددة، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فاستغل هذه الوسائل. الفقهاء المتقدمون يقولون يحرم على الإنسان أن يبقى في بلد ليس فيها مجتهد. لماذا؟ قالوا لأنه قد تنزل بالمكلف نازلة يحتاج إلى حكمها، فلا يجد مجتهدا يفتيه في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم إذا بعد العالم عنهم صعب عليهم الاتصال به إلا بسفر ورحلة. فأما في عصرنا الحاضر فقد تيسر الله وسائل التواصل. كذلك قد يقول الإنسان أنا لدي محلات تجارية، عندي أعمال، عندي شركات، عندي وعندي، فيقال له هذه الأمور من أمورك الدنيوية لا تعني أن تترك الآخرة، ومن أعظم ما تطلب به الآخرة أن تطلب العلم الشرعي الذي تصحح به سائر معاملاتك وعباداتك. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء، والأئمة الأوائل كان كثير منهم يشتغل بالبيع والشراء. عبد الله بن المبارك إمام من الأئمة، ألف المسند وألف الزهد وله علم عظيم، وكان من أهل التجارة. الإمام أبو حنيفة من أهل التجارة، ومع ذلك لم تقطعهم التجارة عن طلب العلم. فهكذا لو صدقت مع الله في طلب العلم لتمكنت من الجمع بين الأمرين، ولم يعسرك طلب الدنيا عن طلب العلم. بعض الناس إذا قيل له اطلب العلم وتقرب إلى الله بذلك قال الناس لن يحتاجون إلي، ساموت، العلماء يتجددون ولن يحتاج الناس إلي. وبمثل هذا العذر
توانى بعض الأنصار عن طلب العلم. لما طلب ابن عباس العلم وكان معه بعض أهل المدينة فقالوا وحثهم على طلب العلم، قالوا له: الناس لن يحتاجوا إليك، والعلماء متوافرون، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم موجودون. فطلب ابن عباس العلم ولم يلتفت إلى كلام هؤلاء، ثم بعد ذلك جعله الله عز وجل عالم الأمة وحبرها، وترجع الأمة إليه وإلى فتاواه رضي الله عنه. قد يقول بعض الناس: عندي ذنوب وعندي معاصي، فكيف تريدني أن أطلب العلم وهذه الذنوب عندي؟ فنقول: طلب العلم عمل صالح يمسح الله به عنك أثر الذنوب والمعاصي، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. ومن هنا هذا من أسباب جعلك تطلب العلم، لا من أسباب هربك منه. صحيح أن ترك الذنوب من أسباب الفهم ومن أسباب التمكين والحفظ، لكن لا يعني هذا أن من كان عنده ذنب لا يطلب العلم. يقول بعض الناس: إذا طلبت العلم سيوجد من يستهزئ بي ويتكلمون علي ويقدحون في. فنقول: الله أكبر، حزت طريقة الأنبياء وسرت على مسيرتهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأبشر، فإنه يقال لك كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وحينئذ هذا الاستهزاء لا يضر إلا صاحبه، فلا تلتفت إليه، واستمر في الخير والعلم ونشر الهدى بين الناس. وقد يقول بعضهم: طلب العلم ليس له مستقبل، لا توجد وظائف لأولئك الذين يدرسون الدراسات الدينية. سبحان الله، طلبت العلم للدنيا فحينئذ لن يبارك لك. إنما الواجب على الإنسان أن يطلب العلم للآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أن المتعلمين والدارسين للدراسات الشرعية كانت مقاصدهم منحصرة في الآخرة لجاءتهم الدنيا وهي راغمة. ومن هنا فعلينا أن نصلح نياتنا. إذا من أسباب أو من الموانع والمثبطات التي تمنع بعض الناس عن طلب العلم التكبر كما تقدم. وهكذا أيضا بعضهم يقول: أنا أريد أن أتزوج، فكيف أطلب العلم وأنا أريد الزواج؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأصحابه تزوجوا، هل ردهم هذا عن التعلم والتعليم؟ لا والله ما ردهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن هنا هذا شأن الأنبياء عليهم السلام. فالزواج يعين على طلب العلم ويصفي ذهن الإنسان ويوجد عنده من يقوم ببعض حوائجه. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يتزوج تقربا لله عز وجل، تقربا لله عز وجل، فإن الله أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كذلك يقول بعض الناس: يثبطني عن العلم تلك الأنظمة الجائرة التي تمنع الناس من الاستقامة، وتوجد عندهم توجد على طلبة العلم إجراءات احترازية. فنقول: حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ك
كان في مكة في هذه البلاد عنده من أحوال أهل مكة ما تعلمون، هل منعه ذلك من الاستمرار في تعليم الناس؟ هل منعه ذلك من الاستمرار في دعوة الناس إلى الله جل وعلا؟ كانوا يؤذونه بأنواع الأذى، وتعرفون ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث الكثيرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم مستمرا على طريقته وعلى هديه حتى أورثه الله عز وجل العاقبة الحميدة. لو كان الإنسان لا يسير على الطاعة إلا إذا وجد الظروف المواتية الحسنة التي توافقه لما استجاب الناس للخير، لأنه لا بد في أول الأمر أن يكون هناك اختبار وابتلاء للعباد. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولذلك يحذر الإنسان أن يكون من هذا الصنف، لأن هذا الصنف أهل نفاق. إن وافتهم الخيرات والنعم استمروا في الطاعة، وإن تعرضوا لأدنى هزة يختبرون بها ويبتلون فإنهم حينئذ يتركون طريق الطاعة. ومن ثم يحذر الإنسان من أحوال أهل النفاق. من الأمور التي تثبط بعض الناس عن طلب العلم أنه قد يجد بعض المعاصي في طلب العلم، فيقول: أنا عندما أذهب إلى درس الشيخ قد يكون في الطريق نساء متبرجات فأخشى من النظر إليهن. يقول: الواجب عليك حينئذ تتقرب لله بالنصح والتعليم والإرشاد، وأن تتقرب إلى الله بغض البصر، وأن تحفظ جوارحك، فإنك حينئذ تكون قد عملت بذلك العلم الذي أخذته. هذا شيء من المثبطات، وهذا الموضوع موضوع مهم، ولذلك أوصيكم بالاعتناء به، ألا وهو موضوع طلب العلم. خصصوا من أوقاتكم جزءا في طلب العلم، فإنه من أعظم الأعمال الصالحة التي تحصلون بها على الأجر والثواب. وطلب العلم إذا كان فيما يتعلق بعملك فهو فرض عين، لا يجوز لك تركه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء حتى يعرف حكم الله فيه. وأما إذا لم يكن من عملك فهو من فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن يوجد فيها من يتعلم هذا العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن لا يجعلنا نغتر بما أديناه من عمل، كما أسأله جل وعلا أن يبعد عنا العجب والتكبر وسائر أمراض القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم صفها لك، اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا لا نتحرك بحركة ولا نسكن بسكون إلا طلب مرضاتك وطلب التقرب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن قصد الدنيا، اللهم لا تجعلنا ممن قصد الدنيا إلا إذا كانت عونا على طاعتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الأصل إن كان الغد من رمضان أن يكون عندنا جلسة مثل هذه الجلسة، وأما إذا جاء الخبر بإثبات الرؤية فغدا لن يكون هناك درس. نعم الموضوع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكتسب العلم أم يقذفه الله في قلب من يشاء؟ هذا السؤال يدلك على أهمية العلم، وذلك
لأن الطوائف على نوعين، طائفة تقول العلم مكتسب يكتسبه العباد، وهؤلاء هم المعتزلة، والأشاعرة يقولون العلم منة من الله جل وعلا، ليس للعبد فيه قدرة ولا اختيار. ماذا تقولون أنتم؟ أيهما أصوب، الأول والثاني؟ نقول لا بد من الاثنين، توفيق من الله وسعي من العبد، والعلم يحصل بالطريقين معا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نطبق قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؟ بالنسبة للسؤال السابق، التوفيق نوعان: توفيق سابق وتوفيق في أثناء الفعل، والاستطاعة أيضا نوعان: استطاعة سابقة، مثلا الصلاة لا بد أن يكون اشترط لها الاستطاعة السابقة التي هي من فعلك فتتجهز للصلاة، وهكذا سائر الواجبات. وهناك استطاعة مقارنة للفعل، وهذه هبة من رب العزة والجلال، والله جل وعلا يهب العلم من يشاء من عباده. السؤال الثاني. الله إليكم. يقول السائل: كيف نطبق قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؟ هذه الآية أولها فيه نهي عن اتخاذ الأنبياء وغيرهم أولياء وأربابا من دون الله جل وعلا، فحينئذ يكون الإنسان ربانيا بعدد من الأمور، أولها أن تكون أعماله لله لا يقصد أحدا من الخلق، وثانيها أن يقدم أوامر الله على أوامر من سواه وعلى هدي من سواه كائنا من كان، وثالثها بأن يحرص على تعليم هذا العلم. وقد فسر ابن عباس هذه الآية بأن المراد بها تعليم صغار العلم قبل كباره، وكان الأئمة الأوائل لا يقتصرون في تعليمهم على النوازل الجديدة، ولا يقتصرون في تعليمهم على كبار الطلبة، بحيث نقول صغار الطلبة يكونون لمن هو أقل، لا، كانوا يعلمون الجميع ويتقربون بذلك لله عز وجل، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه الأعرابي الجلف فيسأله عن مسائل من دينه فيعلمه، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه طلبة العلم المبتدئون فيتقرب لله جل وعلا بتعليمهم ذلك العلم، ويتأتيه صحابته الكبار فيعلمهم ما يناسبهم من العلم، وحينئذ فالعالم الرباني يعلم الناس كل طائفة بما يتناسب مع أحوالهم من العلم. إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول بعض السلف: طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟ نعم، قد يطلب الإنسان أول أمره العلم لأمور من أمور الدنيا، ثم إذا دخل في العلم وعرف النصوص العظيمة الواردة في الترهيب من إرادة الدنيا بالعلم، صحح نيته وجعلها لله جل وعلا، فهذا مراد من تكلم بهذه الكلمة. وحينئذ فينبغي بنا أن نجعل الناس يصححون نياتهم، وأن لا تثبطنا مثل هذه المقالة في مراعاة جانب النية فيما نؤديه من الأعمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النصوص الواردة في فضل العلم وأهله مختصة بالعلم الشرعي أم هي لكل العلوم؟ إذا أردنا أن نفسر كلام الطبيب
فإننا نفسره بحسب اصطلاحات الأطباء، وإذا أردنا أن نفسر كلام صاحب الشرع فإننا نفسره بالاصطلاح الشرعي، بالاصطلاح الشرعي. والاصطلاح الشرعي في لفظة العالم هو للعالم بالأحكام الشرعية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هل هنا الطب وتعلمه؟ هذا عبادة لمن نوى به التقرب لله عز وجل، فهو يكون من العباد لا يكون من العلماء. ويدلك على هذا أن هذه العلوم قد يأخذها من لا يخشى الله، وقد يأخذها من لا يقيم لأحكام الشريعة وزنا. فكيف يقال بأن هذه النصوص الواردة في فضل العلم تشمل هؤلاء، وكيف يقال بأنهم أهل الخشية؟ أهل الخشية هم العلماء. علماء بماذا؟ علماء بالله، علماء بصفات رب العالمين، علماء بأمره ونهيه وبشرعه. هؤلاء هم أهل الخشية، عرفوا الله وعرفوا صفاته، ولذلك أورثهم ذلك الخشية منه سبحانه. أما من عرف الهندسة أو عرف الكيمياء ما يقال هذا عرف كيفية خشية رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عامي، فما هو الضابط حتى أعرف ممن أخذ منه الفتوى والعلم؟ كيف يعرف العامي الفقيه الذي يستفتيه؟ هناك صفات تكون في من يستفتيه الإنسان. أول تلك الصفات أن يعرفه بالعلم، وثانيها أن يكون من أهل الورع، أن يكون من أهل التقوى والورع. لو كان من أهل المعاصي والذنوب لم تثق في كلامه، وبالتالي تترك الأخذ بكلامه، لأنك تخشى أن يعصي الله في فتواه كما عصاه في عمله. طيب، كيف يعرف أن هذا من أهل العلم؟ هناك طرائق يعرف بها الشخص هل هو من أهل العلم أو لا، وهناك أوصاف تدلك على الشخص. أول هذه الطرائق أن نجد العالم يرجع إليه بقية العلماء، هذا دليل على أنه من أهل العلم. هكذا أيضا إذا وجدنا العلماء يرشدون إلى عالم من العلماء لتتم مراجعته، هذا دليل على أنه من أهل العلم. هكذا أيضا إذا كان يفتي بمحضر من العلماء وهم يسمعون ولا ينكرون، هذا دليل على أنه من أهل العلم الذين يجوز استفتاؤهم. أما الظهور في وسائل الإعلام فهذا ليس من أدلة كون الشخص من أهل العلم، فكم صدر أهل الإعلام الفاسد أشخاصا يتوافقون مع أهوائهم ويسعون لتحقيق ما يرغبونه من مخالفة الشرع، ولذلك لا يغتر الإنسان بمثل هؤلاء. ومن سمات العالم الذي يرجع إليه عدد من الأمور. أولها التكلم بالنصوص الشرعية وإرجاع الناس إليها كتابا وسنة، هذه سمة تدلك على أن الشخص من أهل العلم. والثاني التمييز بين الصحيح والضعيف سواء في السنة أو في الأقوال. والسمة الثالثة التفصيل في المسائل المجملة، بحيث لا يأتي بالحكم الواحد وإنما يفصل فيه ويبين أنواعه وأجزاءه ويعطي لكل جزء حكما مستقلا به. الأمر الرابع من سمات الفقيه الذي يستفتى أن يكون ملتزما بألفاظ النصوص، فتكون فتاواه مبنية على ألفاظ النصوص، لا يبني الأحكام على ألفاظ جديدة يستعملها الناس، وإنما يعيد الناس إلى النص. مثال ذلك:
إذا سألك سائل من أين، إذا سألك سائل إلى أين أتجه، فالحكم الشرعي أن تقول إلى جهة الكعبة، هذا هو الحكم الشرعي. أما الشمال والجنوب فهذا ليست وظيفة الفقيه. لماذا؟ لأن الشرع قد أناط القبلة بجهة الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا هو القاعدة الشرعية. لأنك لو أفتيت الشخص فقلت اتجه للجهة الفلانية، فحينئذ قد تبقى معه فيتجه إلى هذه الجهة مع اختلاف جهاته واختلاف البلد الذي يصل إليه، وقد يكون متصلا عليك بهاتف فيكون في بلد ليست بلدك، يتجهون في القبلة إلى جهة غير جهتك. وهكذا أيضا يحرص الإنسان أيضا من صفات الفقيه أنه لا يفتي بناء أو لا يربط الأحكام بالأسماء، سماء أسماء الأشخاص أو أسماء الذوات أو أسماء الشركات، وإنما يربط الأحكام بالصفات والعلل الشرعية، يربط الأحكام بالعلل الشرعية. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.